معانا فتة عدس بالفراخ والمشروم. معانا الحلة ننزل فيها على طول ربع كيلو العدس المغسول البصل الأخضر، وهننزل كمان البطاطا، وهننزل الجزراية، وهنحط طماطم المفرومة، نغمرهم بالمية ونسيبهم يغلوا. هنحط 3 فصوص ثوم، بقيت التتبيلة والحاجات دي مش هنحطها ولا هنحط كمون إلا لما المية تبدأ تغلي معانا. هنحط معانا معلقتين سمنة، وننزل بصلاية صغيرة مبشورة ناعم. أول ما البصلاية تبدأ تتشوح وتطلع الريحة الحلوة بتاعتها على طول، ننزل عليها على طول الفراخ. علشان زفرة الفراخ نتخلص منها على طول، هننزل رشة فلفل أسود، رشة حبهان مطحون، وكمان هنا عشان نعلي القيمة الغذائية في العدس هنحط معلقة كركم مع الفراخ، نحط رشة ملح، مية سخنة. بعد ما جهز معانا العدس واستوى بالشكل ده كده، هنهرس كل الخضار معانا. اول حاجة هنبدأ نحط مكعب المرقة، وهنحط رشة خفيفة ملح، رشة صغيرة فلفل اسود. هبدأ بقى انزل الفراخ علشان تاخد غلوة واحدة مع العدس. معلقتين سمنة على قد ما احنا عايزين للطشة، توم المفروم، وابدأ اشوح التومة المفرومة. هنزل عليه الكزبرة الناشفة، معلقة خل، معلقة عصير ليمون. هناخد معانا العيش المحمص، هاخد بقى من الشوربة بالفراخ اللي احنا عاملينها الجميلة دي، ونسقي بيها كل العيش المحمص ده. عيش احنا محمصينه، رشين عليه رشة زيت ومتحمر. ننزل عليها الطشة الحلوة دي كده على الوش، شوية كزبرة خضرة كده. الوصفة بتاعتنا ان شاء الله هتعجبكم، طعمها ما يتفوتش وريحتها ما تتقاومش. خليكم دايما فاكرين ان الوصفة عندنا. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.